وصل صوتك. كيو أيام قرطاج السينمائية، نحكيه على خمسينية أيام قرطاج السينمائية دورة 27. معنا فرح بن برجب. فرح مرحبا. مرحبا هدي، مرحبا كل مستمعي موزايك اف ام. كنت موجودة البارح في تقديم سهرة الافتتاح، وديما تقديم سهرة الافتتاح في تونس عادة ما يقعش عليها رضا إلى غير ذلك. معناتها ما تتخوفش وقت اللي واحد يقولك باش تقدم لنا الافتتاح ولا حاجة؟ أنا كان واحد يقول لي قدم لنا مثلا افتتاح مع واحد مصنع متاع صابون في جرمدة، نتقلق ونخاف وعندي تراك. دونك كو دير جي سي سي والخمسينية دورة 27 اللي هي عيد، معناتها العيد الخمسين لهالمهرجان العريق. فبالتالي أنا مانيش مقياس على الخوف ولا على التراك ولا على رهبة المسرح، اللي أنا نقول ما أقوى من هيبة الدولة كان رهبة المسرح عندي أنا. دونك نخاف، أي نخاف، خفت برشا، وما عندكش فكره قداش خفت هادي. ومانيش نحكي لك تفاصيل خوفي، على خاطر ساعات الخوف نتاعي يولي مرضي وينجم يلعب لي دو موفي تور. كيما معناتها مرضي؟ مرضي معناتها نجم، انا نجم قبل نهارين من المناسبه نجم نتصل مثلا ونقول ما نجمش نقدم على خاطر نحس روحي لهالدرجه. دونك الحمد لله ما صارش هالشيء، الحمد لله قدمت. ماتنو اجتهدنا، ومن يجتهد ويصيب عنده اجران، واللي لم يصب عنده اجر واحد، وان شاء الله نكون. ما نعرفش، ما عنديش ديزيكو. برشا معناتها يقولوا باقي في الافتتاح نتاع كرتاج، ماناش عارفين نعملوا الافتتاح، نعملوا تابي روج ما تتقدش، نعملوا المسرح وما يتقدش، فما مشكله. معناتها ديما نقارنوا مع كان ولا مع ليزوسكار ولا حاجه، هما فين واحنا فين؟ هو الباهي اللي ما الحمد لله معناتها في تونس كل شيء كيما سويسرا، قعد كان مهرجان جي سي سي باش واحد يحس اللي ماهوش كيف الاخرين. الحمد لله يا ربي، عام كامل، عام 12 شهر تونس والتوانسه يحسوا رواحهم عايشين في سويسرا كيما قلت. مش من حقنا نحلموا بنظام بيان سور، اما راهو لو فيستيفال سي ليماج دو بيي، يعملوا مجهود ومي تونسي تونسي تونس تونس، وهذيك الوضع نتاعنا وهذيك حقيقتنا. انا نقول الحمد لله. شنو هي المشكلة؟ برفتوا مليحة؟ أنت شنو مشكلتك؟ حتى نعرف شنو مشكلتك، شنو نجم نجاوبك؟ أنت شنو المشكلة أنتخ تابي روج وأنتخ المسرح؟ شنو معناتها يقول لك مثلا علاش ما وصلناش لمراحل الإبهار؟ إبهار في شنو ترى؟ مثلا تحرك أكثر، التحضير أكثر، ضمار أكثر، إبهار مثلا كما تشوف مثلا ساعات أفكار بسيطة مثلا كل ليزيكرون اللي تحط عليهم مثلا كما اللي صار في الأوسكار كل عام، اللي مراحل السينما الأمريكية من بداية حتى لينوفات بتقديم بالي نتاع دانس مع حاجة معناتها كل شيء اتيدي ما فهمش. شوف أنا الحقيقة نجم نقول لك اللي شفت الموضوع، وأنا في ياسر في معناتها داخل الحدث، دونك ما نجمش نكون شفت شنو شفته في التلفزة ولا اللي كان حاضر في القاعة. اللي نعرفه اللي قبل انطلاق الحفل كنت نتفرج على الليكران في القناة الوطنية التونسية، وشفت حاجة عمري ما ريتها قبل. شفت انتخيبو بلاتو مع أسماء بالطيب ومنذر قلعي، شفت نوستار تونيزيان بروبهم ببدناتهم باللي موجود، هذيك تونس، هذيك الكسكسي نتاعنا، وهذيك المقرونة. عملت بوليميك حكاية الروب الروب حتى عملوا العمل بوليميك، وما نشكش باش تعمل بوليميك، خاطر تونس ولات عندنا عقدة من ظهور المرأة تحديدا ومن توسكي غلامور وكل كيما قلت، واتاهم ولا ما واتاهمش، هذيك تونس، هذيك بدنا، هذيك المرأة التونسية، هذيك أمنا، هذيك أختنا. يا أخي نقعدوا ناكلوا العام 12 شهر مقرونة وكسكسي وبريكا ولبلابي وكافتاجي، وبعد نحبوا لا سيلويت ما نعرفش شكون، راهو هذيك وقعنا. خلينا مهرجان يشبه لنا، ما يسالش، ما لبسناش لبسات تقليديه، بوتيت نحبوا يلبسوا روب ولا حبينا كنا، راهو هذيك تونس، هذيك احنا كان نتفرجوا فيه نتابعوه، ماهوش احنا. راهو برشا توانسه يبداو يتفرجوا في فرانس 2 ويسخلوا روحهم هذيك قناتهم الوطنيه، راهم غالطين. راهو لي زوسكار اللي تابعوهم ويسهروا باش يتفرجوا فيهم، ولا لا نوي دي سيزار، ولا يعطينا الصحه نتابعوا، اما راهو ماهوش وقعنا، راهو تونسنا، هذيك تونس. برفت على خدمتك ولا ليه؟ از ماتش از اي كان، اي وانا انا راضيه يعني اي هوب، فهمت هادي معناتها انا ساسيرمون اليوم جايه مرتاحه، ما عندي حتى شيء مغبخوشي. مانتنو كان عندك حاجه واضحه قولها لي، تو نلوج لك، تو نلوج جواب سينو. شويه ضمار ما كانش في بلاصتو. كيما مثلا فريد بوغدير، شبيه فريد بوغدير؟ معناتها قالوا لي برشا يتكلم برشا وكل شيء. وين المشكله؟ ما يعرف روحه يتكلم برشا، سي با مال، سي ان تري دو كاركتير، عبد غاز يحكي برشا، محلي يوتي فريد بوغدير ني با كو سا، كا
كان نحكيو على لي ديفو نتاعو ولا نتاع غيره احنا فما حاجات نجم تقولها حاجات لي فور موا عبد يحكي برشا معناتها عبد باسيوني كيما يحكي يحكي حتى انا ما نسكتش انا كان تعطي ميكرو نجم ما نسكتش فور موا ماهوش حاجه خايبه ظاهر هذه ما نشكش فيها تفرجت الافلام ولا ليه لا لا ما زلت ما شفت حتى شيء زهرة حلب البارح ما شفتوش لا 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 ما شفتش ما شفتش انا نحب نفهم الفيلم مش بروبا درش نحب نبدا قاعده نفهم روحي علما وانه المقدمات في المهرجانات هذه الكبيره وتشيز مش غلط اي وتشيز اللي شو انه يمشيو زاد على تابيروج وما يكونوا من بين الاوائل اللي يطلعوا على وانت كنت محصوره في المعلومه هذه غلطه وعارية من الصحة خطرنا ومهدي كاتو من الأفريكا كيف كيف طلعنا في سيارة فخمة ومشينا على التابيروج وكيش ما تلف لا مشينا الخمسة ولقينا الباب مسكر خاطر نحبوا مدى حاضرين قالوا الخمسة ونوسي بدا رجعنا ودخلنا وصورونا دونك انت ما تبعتش أنا موجود أنا موجود الخمسة وربع والله مريت ولا مريتنيش خاطر جو باسي ناپيرسو فيزيبلمون الحقيقة أنا مثلا أنا شخصيا ماذا بيا في تركينتي نقعد ولا نشوفوني على التابيروج لحتى شيء يبدا عندي ستريس وتراك ما هما إيزون أسيستي قالوا لنا نحبوكم تبداو على تابي روج وهكا عملنا مع مادي اللي حلت شهيتك على تونس شويه ولا ليه؟ والله تونس كان فما شهيه في الميدان اللي نعمل فيه اللي تقعد على تونس معناتها انا التلفزه مقاطعتها عندي سنوات مقاطعتها حتى كمشاهده انا ما نتفرجش في التلفزه ما نتفرجش كان في القنوات التونسيه فقط لا غير تقول لي ام بي سي اش عامله وتقول لي دراشكون وبرامجك اللي طيارات وكلي كبار وانتاج ضخم ما نعرف حتى شيء ما نتبع حتى شيء ما عندي حتى رغبه نقمت عليهم معناتها لا نقمت لا ما عينيش ما تفرهدنيش حاله مرضيه هذه بتاتر ما تكون مرض من بين الامراض اللي عندي معناتها مش حاجه فايده تتعالج نتعالج الكلنا نتعالجوا عالجت انا من اكثر الناس اللي عالجت روحي وانا كما قلت لك اليوم عندي هل حاله قعدت عندك هل قعدت عندك كعقده النقص من التجربه اللي وصلت بها لنجوميه كبيره برشا يعني اليوم يمكن جينيراسيون ما تعرفكش بالقداء ما فرح برجب كانت كي تتعدى في قناه 21 كانت حاله في حد ذاتها وفي العالم العربي ما نحكي لكم مش معناتها كانت النجمة وقت نحكيه على الإعلام النجم فرح برجب الإعلامية النجمة معناتها عربيا تونسية وإحنا وقتها بهتين معناتها التونسية دي اللي تتكلم كلمة بالجزائري وكلمة باللبناني وكلمة بالمصري وكلمة بالعربية وكلمة بالخليجي وكيفاش كانت عندها خفة الروح الكل هالمرحلة الكبيرة متاع النجومية استوعبتها من بعد اللي هي من المفروض تكون لك منطلق من بعد حسنا كانوا البيبان تسكر تك 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 شوف هادي أنا نستغرب كي تقول هذا الكل وإن شاء الله نستحق ونستاهل واللي قلته الكل عليه وتقول عقدة نقص اللي عاش هذا الكل ما نجم يكون كان بكري النهاية بكري. علاش تحكي نهاية عليه من بركات أنا سبلتني اليوم قدامك شتفني ما الحمد لله يا ربي جو نيكو 40 ans la vie devant moi كان عيني قدرت ربي تعرف هادي أنا نشبه روحي شنو تعرف ماركة أديداس ونعمل في دعاية ميسالش أديداس جاء كنا صغار نلبسوه الكلنا و اي سوكسي فو اليوم رجع ما كانش اجا ارجع وقت اللي فما ماركه اخرى نتاع اندريا غاسي وكل شكون يلبس الماركه اللي قلت عليها الاولى فما حاجات دي فالور سيغ راني مش اديداس يا ولدي نحب نقول لك راهو كي تحكي على فما ناس الحمد لله مش راهو مش علاش اليوم التجربه تقصت بالشكل هذا معناتها وكانه فرح خرجت من الباب الصغير علاش مش اختيار علاش ما تفكرش اللي نجم يكون اختيار لا لانه في حواراتك الكل فما نوع من الحسرة كانوا مخرجوني ما خرجونيش فما أنا طبيعتي تعمل اللي أنا من جباس اللي بغى ما عنديش كالناسك اللي باش تموت وبدأوا يجري وكل أنا ما عنديش هذيك الحكاية سي تو فو بتتخ جاتني سهلة الحكاية خاطر هكيك عمري ما عملت حتى مجهود باش نوصل لمكان معين هذه مشكلتي هل فعلا حوربتي باش تخرج من روتانا فعلا شوف انا فعلا مش اللي نعرفه اللي كل عبد ناجح يحارب واللي نعرفه اللي كل عبد يحب يقعد ناجح لازم يحارب بدوره يحارب بدوره هل انا هل حاربتك جمانة بعيد وكانت سبب باش تخرج للتاريخ معناتها للتاريخ التاريخ جمانة نحبها تقعد صديقه اللي يهمني اليوم اكثر اللي جمانة تقعد لي صديقه ماشي يهمني انت تعدى وفات مشي على روحه عن تحكي على حكايه عندها لا نحكي للتاريخ لانه ما وضحتش لانه ما نعرفش انا شنو هل فعلا وقع فما زنان على قناه روتانا خرج 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 دحيها علينا بعدها علينا بون كان تحب ما فماش كان جمانه بعيد انا نعرف اللي فما هاله سرحان قالت يا انا هي في القناه علاش جمانه بعيد بوتيت برشا اسماء
معناتها هادي بالحق ما عادش يهمني نعرف شكون، اللي يهمني انا علاش انا ما عرفتش نقعد شده بقتي، علاش الضعف هذا اللي عندي هو مش ضعف هو اختيار، انا ما نحبش الحروب، انا انسانه مسالمه. لكن النجاح والتلفزه زاده انك تكون محارب ومحارب شرس. ما نجمتهاش هذيك، انا اخترت من التلفزه لوكوتي محليها كلي انا شيخه مع جمهوري ناسبه نروح للدار شيخه ومرتاحه، اما باش نعمل حرب واعصاب واسلحه دمار شامل وهذه عمل ما نحبش مش جوي. ولليوم هذاك اختياري وليت انا فما تصريح معناتها وليت تنتقد فيه حتى المذيعات الجدد، معناتها قلت تو باش تولي مذيعه لازمها تكون واحده من خريجات الفوركاتس ولا ملكة جمال. هذه حقيقة له انتقاد له تنبير، هذه حقيقة. اليوم قل لي أنت أعطيني أسامي أسامي في الإعلام العربي ما عاش فما هذه، هذه رقم لازمهم بعد باش نعرفوهم شكونهم شكون فما شكون نسمي لك سميلي. اي نبدا لانك قلت فوركات مثلا مايا دياب، انت لهنا تقرص في مايا دياب. مايا دياب انا اسوري معناتها الطرف اللي تعمل فيه مايا دياب، انك حكيت على الفوركات قبل مايا دياب، خاطر مايا دياب تجربتها الاعلاميه تعود لاربع سنين التالي وفاء الكيلاني زاد وفاء الكيلاني زميلتي وفاء وفاء جيلينا هاني نسمي لك لا لا وفاء جيلينا نحكي على جيل جديد هذه هنا الوفاء وفاء بديت معايا من 20 سنه لا وفاء ما انت ما نحكيوش على هذا، نحكي على زميلك في مذيعات شكونهم. مايا دياب ظاهره، مايا دياب تنجمش تقول مذيعه، ممثله مغنيه مانكان وحشه شاشه ماهيش مذيعه. ما تحكيليش نحكي على اللي خدمتهم تلفزه مذيع يا خويا، فما خدمه راهي اسمها عبد اختار الاعلام، يقوم يعمل برنامج يروح علما الدار. انه البرامج اللي قدمتهم بالاساس في الاول كانوا تنشيطيه وحتى برشا انتقدوك قالوا سطحيه وبلا عمق وطفله وتافهه وعندها تليفون تمساح وبعد يولي تليفون وهذا اللي خلاني هذا خلاني نفرح خاطر انا وقتها طلعت في كادر ولا اطار كانت المذيعات كلهم شركه بيغل بيضا وشاليف احمر شعر هكا مجبود مستوي مرحبا بكم في درجه انا جي في اون نوفيل تيلي وما نعرفش مين جيت حتى وما نعرفش كيفاه معناتها بالتلقائيه ولا لا وعي ولا اوتوكا. انت عملت تلفزه معناتها ما تحسش كلمه كبيره برشا؟ لا 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 مدرسه، عملت مدرسه زاده كان ما عجبكش مدرسه في التقديم، واعطيني شكون يقول عكس ذلك. تحب تعتبرها شوفة حال شوف. ولا تشوفها غرور ولا هذه اسمها حقيقه؟ مثل شوفة حال عجبتني كمان شرقية شوية، المدرسة يقريوا فيها ويخرجوا منها تلامذة. شكون تلامذتك في المدرسة هذه؟ ألوغ رزان مغربي من الناس اللي تتلمذت على مدرستي. أي أي مستحيل 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 أي مستحيل. أنا ساعة قاعدة نتيح في جو ما فهمتش علاش نعمل في حرب الروحي خدناش النصر. أما أنا صفاء أبو سعود الله يذكرها مستحيل. بالخير زوجة الشيخ صالح عبد الله كامل اللي كان هو مدير المؤسسة الإعلامية. أنت ورزان فرد إيبان أنا ورزان بدينا فرد عوام، أما فما يمنى شري رزان وفرح. أنا كنت مشفرة، أنا كنت في قناة ما يشوفني كان المشترك فيها، الآخرين كانوا يشوفوني وتبدل أسلوب ورزان جوها التقديم. غير جوك إيبان وعالمها غير عالمك إيبان بيه انسى تحب تنسى لسامي ذو ما خاتم ليش نقض بالشهر لا 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 ما قلت لي معلومة قلت لك تلمتك شكون أسأل أنت بتعرف ما تسألنيش أنا أسأل اللي في الإعلام أسأل أنتوان كاسابيان في لبنان أسأل الناس اللي عارفين معناتها المجال التقديم في وبيان سور هذا الكل لازم نذكر اني من ابسط الناس واكثرهم سا سي فوا هادي راك هادي راك تسمع هادي تعرفني اما اليوم يا خويا نحب علاش كي تحكي على فشل ولا على درشو لازم يقول اي والنجاح يا خويا وين نجحت نجحت بون كان عينيك على برنامج كلام الناس هذا قريته في هذايا الوغ انا عملت حاجه وقلتها في الجريده في صباح الاسبوعي والدي قرا لقاء قال لي فرح شبيك تقول هكا تقولوا هذه مسكينه تلوش كيفاش إيباوي انا اول مره في حياتي نهز تليفون ونطلب انسان باش نقول له راني انتريسي بالبرنامج الفلاني ما نعرفش علاش عملتها مازلت كي جيت لتونس قاعده هكا نحل انترنت نلقى مين قرا يغادر ينسحب نهز تليفون اون ذا سبوت ونطلب سامي فهري ما جاوبش طلبته في الليل ما جاوبش طلبته من غدوه سامي يا فرح درشنو قلت له سامي راني في تونس وكلام الناس تهمني توا قال لي تقول درشنو راهو هكا وهكا دونك هذا اللي صار ومانيش باش نحشم على خاطر شو اللي فيه انا كل حاجه نعملها جو لاسيوم راه شنو قولك معناتها في اليوم في الوسط الفني والاعلامي في تونس معناتها قاعدين نتحسنوا قاعدين نمشيو بالتوالي قاعدين نمشيو بالتوالي صعيب شويه
نتحسنوا سيغتين ما وان شاء الله ولازم. انا معناتها قلت نتفرج اغريابلمون في اللي نشوفوا المنتوج التونسي وباقي نذكر خلف كلام الناس ترى روحك في حاجه مانيش قاعده نشوف هذاك علاش مانيش قاعده نشوف. وتعيين الياس الغربي في الوطنيه الاولى حاجه فرحت قلبي معناتها كما قال ملحم بركات. لا نعرف لا فرحت قلبي لا لا خوفتني معناتها كبرنا كلنا خاطر الياس يذكرني في بداياتي معناتها علما انه ماكش صغيره معناتها حسب الويكيبيديا انت 40 سنه 40 صغير مش كبيره لا معناتها 40 سنه اي سي بيان معناتها مذيعه شابه تتسمى مازال انت كنت تكون العكس توا بدلت رايك قلت لي علما اللي شوف روحك معناتها لا 40 لازم نعرف منك كيدي زعيم 40 كبير 40 ولا صغير 40 بالنسبه لنا صغير نديت احنا نديت ندير انا بور موا 40 صغير قبل كي كنت صغيره نسمع عبد عمره 50 سنه نقول اه كبير توا كي نشوف 50 بالحق العباد صغار وما نعرفش كيفاش الفينومين صار بوتوكس ماتنون لا مش حتى فيزيكمون نحكي حتى عبد تشوفه كي تقول بون انا 40 سنه وقليل باش تلقى عبد يقول على عمره في الانترنت حاطين لي حتى اكبر ما نعرفش ساعات تلقى تاريخ غريب عجيب انا جي فيتي مي 40 ans وانا فخوره جدا بعمري بمسيرتي باللي عملته بنتي اللي تقرا في الجامعه اليوم وتعمل في الحقوق معناتها كان 40 ans نكونوا هكا يا خويا ان شاء الله ربي يفضلك كنزه وسندس ده كيف كيف عايشك هادي نلقاوك قريب ولا ليه وين تونس تونس يذولي انا تاو في تونس لا معناتها في التلفزه في التلفزه كان حاجة هكا بيه ومتاع كيف وجوي كان حرب عصاب ومنافسة ودرسنا ولا راهو منيش مش هذا جوي راني ما نحبش مسيب خسيبتها لكم خوذوا هاو الإعلام هاو التلفزيونات أنا رايضة على روح كان شوية هادي راهو نحب راحة البال نحب راحة البال تحب راحة البال نحب راحة البال وش فما خير من راحة البال فرح خلينا نشكرك أنا اللي نشكرك هيك نشكرك أما قبل ما نغادرك نحب نعرف جي سي سي بالحق ماكش راضي أنت كي لا راضي أنا لا راضي بالقدا شو مانيش راضي نشجع بربي نقول لك حاجة أنا راضي على الأخر لثلاثة أسباب سبب الأولاني على خطر ديجا نقطة ضوء للسينما ثاني حاجة على خطر قاعدين نجتهدوا ونتطوروا حتى لو كان ما نوصلوش للعشرة قاعدين نعملوا في الستة وبعد السبعة وبعد الثمانية ثالث حاجة مسهل التنبير معناتها وقت اللي فما آلاف وأنا مشيت معناتها ثلاثة أيام وأربع أيام قبل عملت لها نلقى ناس مصبحة غادي تخدم وكل شيء دونك للناس هذوما معناتها ما نجمش نقول لهم والله اللي تعملوا فيها معناتها أعطيتك ثلاثة أسباب مازالوا كيبداوا راهو البارح افتتاح قدامهم تسع أيام قدامهم سهريات ويعطيهم الصحة ويزون أسوري وراهو حتى التنبير وفيه زاد اللي بعد هاي طاحوا ها بدرا شنو وهاي لبست عارية وهاي درا شنو شوية بوزيتيفيتي إنرجي بوزيتيف للتوانسة الكل بربي وباش نرجعوا نحكيو سينما اليوم يتعدى فيلم مهم جدا باش نحكيو عليه بأكثر تفاصيل أغسطونيوس فيلم مزيان برشا برشا باش يكون معنا المخرج سمير سيف يكون معنا فريق العمل الكل خليكم معنا بعد لحظات فرح هادي أما نحب نقول لك حاجة باللبناني مثالش قول الله يخليك بهالهمة يا هادي هادي راك تهبل في خدمتك قداش كان فما في تونس منك خمسة ثلاثة ماهوش كلامك ما مقبلة في الانترفيو معناتها كيفاش ما بين راجع معلوماتك ومعلوماتك غلط يا خويا أنا عندي ثقة عمياء في أنت قيمتك في الساحة الفنية التونسية والإعلامية هادي أنت ناس واحد خدم ياسر انت تعمل الكيف انا هذا رايي ونقول وانت سي مونافي اي جو لو بارتاج انت تقتل فرحتك صح